بن مرياح علي شلي. انت الحرة بين انساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي معون كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوفه معنا تعرف الفايدة، أحسن ما في السوق يكون باقي العيلة، بيديك انت تحل وتمنى المايدة. OMS كوزيني أوترمون. يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وردة سرنا المحبة. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ سمحت شيف مسهل هالبنة. كل وين ما كنتوا تفرجوا فينا، هذه حلقه جديده اليوم لحد ميل ويكاند. ان شاء الله تكونوا الناس الكل في صحه جيده، ان شاء الله تكونوا لاباس. الحمد لله المؤشرات الاوليه للكوفيد في تراجع، لكن هذا ما يمنعش انكم تستحفظوا على رواحكم، تتباعدوا، نغسلوا يدينا، ما نقولوش هكا سلكه سافا دونك نرجعوا نعملوا كلي موفيز ابيتود هكا ولا لا يا فادية؟ والله نقول لكم توكلوا على ربي، بداوا نهاركم ان شاء الله نهاركم زين وعين وحاجات باهيه وانرجي بوزيتيف كبيره. ارميو وراكم كلام ياك واسمعوا كلام صافي، خاطر صافي ما تنصحكم كان بالحاجات الباهيه، ونبداو نهارنا بنا على بنا مع الشيفه فتحيه. عسلامه، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم طيب، نهاركم اسعد الايام في هالويكاند المزيان هذا. اليوم عندنا برشا دباير مزيانه، مادام عندنا الخيرات السبعه هذوما المتميزه اللي باش نحضروا بهم برشا حاجات تحبوهم انتم، يظهر لكم صعاب لكن هما ساهلين برشا. اليوم في الفطور باش نحضروا مبطن نتاع بروكلو، احنا في سيزون نتاع البروكلو، لكن كل واحد يقول لي سايب ياسر ما صعيب بدر شنو، باش نوريكم طريقتين تعملوا بهم بروكلو ممتازين. معاهم هما باش نعمل خبز بالجبن مرياح، فارينة بالطبيعة اللي يقول فارينة يقول فارينة وردة، لكن خاص شوية محطوط في اون بورتو بياس، معناها في مول. معاه هذايا لازم حاجة حلوة اللي هي اليوم باش نوريكم الطريقة السهلة نتاع لي مافينز تاع سماخت شيف. الوغ اقعدوا معنا وحدة وحدة وتابعونا، ما تمشيوش، خلي كلمة البنات ونرجع. ميرسي بوكو شيف، اكيد كل شويه نرجعوا بحذاك نتبعوك طبعا كما تقول انت ديما خطوه بخطوه. خلينا نبداو بترحيب بضيوفنا اليوم اللي منورينا اليوم، عندنا دوزا دو تعرفوا علاش، دونك خليني نرحب بمنيار بونني خبيره التجميل. سافا سليمان، لاباس عليك؟ الحمد لله. هاي بما تحشوك ذا هالي منيار، ليش حضرت لنا اليوم كون سوجي؟ سوجي البوز فون دو تان. أصعب كيفاش نتحصلوا على بوس فون دو تان مزيانه، زيرو فوت زيرو ديفو، اللي هي هذيا تم برشا نسيو منهم انا، على خاطر ساعات نبلبزوا في البوز فون دو تان، كي تبلبز الدنيا كل تدخل بعضها. اسمع نفس الاستوس نتاع وجه كلون ورقبه كلون تنحكي فيها من بعد، هذيا ظهر لي فيديا. دونك كيف سعيده ونرحب زاد برشا بمهدي الشاوش الخبير العدلي المحلف في كل ما هو المار اذهب وساعات ثمينه. مهدي صباح. مرحبا بكم ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل ويتفرجوا فينا الكل. ان شاء الله نعديوا صبحيات مزيانه. دونك مهدي ان تري بون غوتور ان تري بون فيدباك، جينا وقت تعديت بحذنا برشا ناس ما كانوش يعرفوا يفرقوا بين الديامون الصحيح والفيك وانواعه، حليت برشا مشاكل انت ديجا، عملت برشا مشاكل ومازالوا باش يتعلموا مني برشا حاجات، باش يعرفوا برشا حاجات ان شاء الله. يعطيك الصحة. دونك خلينا مالا في السوجي اللي اخترته لنا اليوم شنو؟ اليوم قلت خلينا نوع شوية، خلينا نحكيو على الموضة نتاع الخنافس
والحيوانات اللي رجعت موضه كبيره وهي ديجا موضه ما تموتش وماشيه وزيدوا معناها لي كرياتور شيء يزيدوا يركزوا اكثر واكثر على الحيوانات وعلى لي زاسيك كل ما هو بيجوتري بيان سور وسورتو تو باش نحكي لكم بعد اللي هي من اصعب الحاجات في الكرياسيون دو بيجو هي صنعان الحاجات اللي معناها انسبيري من الحيوانات ومن الخنافس. يعطيك الصحة مهدي الشاوش تبعوناها باش نحكيو على موضوع مهم ياسر. وبيان سور معانا كالعادة الكوتش اللي ما عادش صعيب، ما عادش صعيب جملة. سليم عبد المقصود صافا. مرحبا بيك، مرحبا بالمشاهدين، مرحبا بضيوفنا الكل. دونك كالعادة ديما نحبوا نجددوا، اليوم باش نخدموا كيلكو زيكزيرسيس افيك لو تي ار اكس، تون بعد نشوفوا مع بعضنا شنو هي تي ار اكس، من أحسن الحاجات اللي تنجم تعاونك في دارك وتنجم تهزها في أي بلاصة. وتعمل دي ريزولتا باهيين، وكالعادة نسألوا شوية أسئلة ونعطيوا إجابات باش نقدم إضافة للناس الكل. يعطيك الصحة سليم عبد المقصود، بيان سور نوتر كوتش، زاد كيف كيف كل ما تجيب بحذانا إلا وتعطينا برشا برشا معلومات حببنا أكثر في السبور، خاطر فما باير فينا شكون ما يحبش ياسر السبور، لا علينا في نذكروا ولا خليني وصلت الرسالة. أي وصلت مضمونة. واصلة. خليني زاد كيف كيف نرحب بكل حب بالجميلة بالأنيقة بالرقي بالفنانة اللي نحبوها الكل. المزيانه برشا نجلة بن عبد الله، فرحانين برشا اللي انت موجوده معنا اليوم. عايشك حتى انا فرحانه اللي جيت بحذاكم اليوم، ميرسي بوكو بور انفيتاسيون، وان شاء الله نعديو قاعده نعملوا قاعده باهيه. نعملوا قاعده باهيه سيرتو كيف نحكيو على جديدك ما شاء الله 2022 دخول بقوه نجلة بن عبد الله. انت تقول بقوه هكا بقوه ولا بقوه على قوه جهدك زاده سافا سافا ما جو نو بلان با الحمد لله. عندنا المسلسل نتاعنا براء ان شاء الله باش يتعدى في رمضان، عندي تريزور غاريبالدي زاده كيف كيف ان شاء الله باش يتعدى في رمضان، وعندنا ابارتيغ دو دو توا قاعدين نعملوا في لا تورني لي كونفيرونس دو بريس وكل شيء، فيلم غدوه نتاع ظفر العابدين اللي عندي اون بيتيت بارتيسيباسيون فيه. فوالا يعطيك الصحه نجله، اكيد هذا كل باش نرجعوا له بعديك شويه تباعا مع نجله بن عبد الله، نعرفوا الجديد هذا نحكيو على تفاصيله طبعا، لكن قبل هذا الكل لازمنا نبداو بالجميل ولا نبداو بحذا الشيف فتحي؟ نبداو بالجميل، ظهر لي ايش رايك انت فاديه؟ انا مع الجميل ومع الميكيا، انت اختار معناها فهمتي؟ انا وش مشكل انا؟ نحكيو على الجميل انا موجوده، نحكيو على الميكلا زاد انا موجوده. انا باش نعمل بكم دوره اخرى باغ كونتخ، انا عيني حولت على السياغه اللي محطوطه فوق الطاوله. شوف المراوغه، شوف المراوغه، نعرف روحي مراوغه. جبدوني الحق مهدي الشاوش، دونك انت كما قلت لنا او ديبي باش تحكي لنا على تو سكي دي بيجو انسبيري او معمولين سو فورم نتاع حيوانات. بين هكا قلت لنا انت ان بو دو تو فراشات من كل شيء طاوس ما خلاو ما عملوا ما خلاو ما عملوا ما خلاو ما عملوا. دونك خلينا نحكيو على ليستواغ هذي كيفاش بدات ساعه اول حاجه. هاي سيدي ليستواغ هذي ديما باش نرجعوا للكرياسيون تاع لي بيجو، نرجعوا للحضاره الفرعونيه. هما اللي بداوا بالحق معناها يعملوا حاجات اللي ما كانوش يعملوه قبل اللي في العصور قبل. الحضاره الفرعونيه على كي تشوف تو الفراعنه ديما تلقاهم عندهم الحيوانات مقدسين عندهم والحشرات زادة لقطات السودة الحشرات عندهم كل كيما الكرسينال النسر النسر زادة والثعلب والنمر برشا حاجات أخرين يحبوا الجنجل الكل. قبل الفراعنة كانوا يعملوا ترياج نتاع لي زارتيزون نتاعهم اللي يصنعوا اللي بيجوا هذوك. اش كانت يعمل؟ كانت تو فور اكزومبل ديما يقول لك مثلا الفرعون الكبير ولا مثل كليوباتر عندها الطباخ نتاعها وعندها معناها الكرياتور نتاع البيجو نتاعها وعندها اللي تلبسها وعندها اللي تنظف لها وعندها اللي تمكيج لها. يعني يكونوا من الحاشيه نتاع الامبراطور. فوالا دونك ديما يعملوا كيما الكونكور شكون احسن واحد يعرف يصنع حاجه انسبيري من الحيوانات. ايبا في اللي بيجو باش تعرف الارتيزون اسكو معناها صناعي ولا تعطيه قطعه معناها وتقول له اختم لي حاجه معناها انسبير من حيوان ولا من انسكت، خاطر راهو لهنا فما بريسيزيون فما دي ديتاي قويين برشا عكس الصياغات اللي نشوفوهم الاخرين مثل البراسلي ولا خاتم ولا كل شيء. احنا تلمسها ساعات راهوها تنطق باش تنطق تقول بالحق معناها. فوالا هو علاش باش تنطق؟ خاطر انت وقت باش تخدم القطعه راهو فما دي ديتاي لازمك تركز عليهم، الالوان لي فورم اكل الشقوق اكل معناها كي تغزرها تحسها تقولش عليها بالحق معناها باش تتكلم وباش تتحرك القطعه هذيك. عاد وقت اللي هي ماذا بين نحيهم اللي في الاكرون الكل ناخذهم راه ماذا بين نلمهم اللي في الاكرون ولا ثروه وحدهم هذوك. لا هذوك هكا كيلكو زيكزامبل وكل شيء. عاد باش بداوا الفرانه اكثر معناها وحيد ركزوا عليه ركزوا على لي زانسكت.
هما معروفين بالسكارابي، معروفين بالعقرب، معروفين بالخنافسك الصغار، بالذبان. دونك هذوما اللي فيهم اكثر ديتاي وصعب في الخدمه نتاعهم. من بعد ولاو يخدموا النمر، يخدموا التمساح، يخدموا السيربون. ديجا معناها كي نجي نشوفوا توا لي غروند مارك كيما توا كارتيي ولا مثل بلغاري، بلغاري توا مستبنيه الليوبار لي كرياسيون نتاعها، معناها هو اللي دول نتاعها. زاد كيف كيف زاد مثل بلغاري معروفه بالحنش، وانت كي ترجع حتى من بعد حتى قبل ما بلغاري، احنا قبل سنة نتاع قبل على امك وامي وجداتنا ديما تلقى عندهم الحنش اللي يدور على اليدين هذاك. هو تو لي جينيراسيون مغرومين بالاول تو ما عادش يخدم فوالا فوالا وقاعدين بيجوتيي زاد فما دي بيجوتيي اللي يبيعوا حاجات قدم وكل شيء، قاعدين يبيعوا في حاجات قديمه برشا يوم انتيكا فوالا فوالا. دونك خاطر حتى تو كيف عملوه موديرن الحنوشه ديما يقعد الخدمه نتاع قبل راهي وحدها سيرتو في الحاجات الانتيكا تو تطوروا. لا تو فما جو بونس كو فما ولا برشا اندستريال معناتها قبل كانت الحاجات تخدم باليد برشا خدمة باليد وكانت الخدمه ياسر صعيبه تو سهلوها اما يد تكنيك اخرين ما ماني ما عادش نشوفوهم في مش تحكي لك حاجه يا نجله. تو مثلا انت تو كي تشوف مثل باغ اكزومبل لا كوليكسيون بلغاري مثلا ما تش تلقى ثلاثه اربع انواع احنا تاع سيربون في الباج ولا في البراسلي اللي موجودين معناها في المحلات الكل. اون 2016 تعرف شنو عملت بلغاري؟ عملت كرياسيون تاع 50 معناها نوع تاع حنش جوست اكسبوزيتهم في معرض معناها بريفي العباد معينين بركه كوب معناها كل واحدة كل واحدة بيس كل واحدة بيس يونيك منها بيس يونيك لكل واحد سيت اون كوليكسيون ايديسيون ايليميتي فوالا خاطر العباد يقول لك تو باغ اكزومبل ساعات موديل كي تولي منه برشا نفسه معناها انسبيري من كما قلت تو سي يمسات ميم حتى غالي ولا رخيص اكسيسيبل للناس الكل. نسالك سؤال مهدي، تعرفش شنو هي الماركه بوتيت عندك لانفورماسيون بوتيت خلي تعرفش شنو هي الماركه الاولى اللي مشات للموند نتاع لي زانيمو لي انسكت؟ كارتي كارتي هي كارتي اللي قبل بلغاري وقبل فما دوتر مش معروفين اللي معناها في المعروفين بيان سور مثل فون كليف. فون كليف تخدم لي بروش الصغار الكل مش الكبار الصغار اللي يسبيري الموش اللي تخدم الموش لا الموش هذيك غوتشي داكور لا النحله غوتشي نحله الموش خدمتها زاد فون كليف خدمت برشا انواع معناها شنو؟ معناتها سي با اون مارك اللي مختصه في الجو العيال تخدم كلكو بيجو تخدم كلكو بيجو مي سي با للاستاخ كهو ما سي با لا ريفيرونس نتاع جوالري ماهيش ريفيرونس باغابور للاخرين وهي اكسسوري اكثر يظهر لي يعملوا لي زاكسسوار يعملوا لي زاكسسوار. خلينا نمشيو اكثر مهدي في العمق اليوم نحكيو في تونس حكينا على الفراعنه ومنين بداو ومنين جاونا هالي كرياسيون هذوما في تونس باغ كونتر عندنا برشا دي فورم او برشا دي انسيكت انا نعرف مثلا في دارنا عندنا الطاوس فوالا اكل الجناح ويرعش شو يقولوا له هذاك ما نعرفش شنو نسميه الرعش الرعش لهني هاوش نعطيك هاوش نعطيك حاجه توريت تو في الحيوانات مش كل شيء ينجموا يتخدموا على نفس القطعه مثل في الباك ما تنجمش تخدم تاوس في باك تخدم مي صعيب مش بالفورم هذي خاطر سا دوموند سا دوموند دو فوليوم وبرشا يلزموا في حاجه كبيره على ذاك تو مثلا يخدموا في الليبروش تو زاد في الليبروش يخدموا برشا عصافر صحيح انت في الخويت شنو تلقى؟ تلقى سيربون تلقى نمر واللي تلقى لي بروش مازالوا توندونس في تونس مازالوا يشريوا ديما توندونس ما يموتوش مي الحاجه الوحيده بركه جوست خاطر غلاء المعيشه والبوفوار داشا القص اللي توا مثلا اللي عنده حاجه انتيكا انتيكا انا راهم توا حتى زينتهم ولو شعرهم كي تلبسوا كي يبدا على الميمه والميمه ورثته على حماتها يتوارثوه توا فهمت حتى كي باش تهدي ان كادو دو فالور مثلا الام باش تهدي لكنتها تهدي لها هي حماتها شنو هدت لها صعيب اليوم باش نلقاو شكون يخدمهم باتقان هذيك المشكله نتاع توا الجينيراسيون نتاع توا لي جون ولا ما عادش توا مثلا اللي شكون توفى له في العائله امه ولا جدته الله يرحمها ما استحفظوش على الموروث نتاعهم اللي خلوه لهم جدودهم وشيء احنا نتوارثوا الحق نتاع ربي فوالا كل انت والجهه مين نحكي لك راه يقول لك تو باش نلبس انا بروش ذبانه ولا بروش خنفوسه ولا سكارابي ولا طاوس ما يقول لك سي دي مودي ولا مش عارفين غرام هو راهو اي لا غرام غرام فما ناس فما ناس مغرومه انا مغرومه فما ناس مش مغرومه دقيقه ما دي خلينا نشوف نجله شنو هذا انا نحب تو سكي قديم ونحب في الجديد نحب لي تري غروند مارك اللي انا نجم نشريهم هذه موضوعنا هذه المعضله الكبيره ما مثلش سي با عندك مادي تطولي النجم يعطيك صحه مادي شاوش الخبير العدلي المحلى في كل ما هو مجوهرات ذهب والماز وساعات ثمينه. ميرسي بوكو يا مهدي، ربي يطول علينا ديما، ماذا بينا برشا رجال اللي
تفرجوا فيه الموضوع هذا باش يهديه. انا في داري راني لهنا. انت ولد الدار وينك؟ عايشك يا مهدي. احنا خلينا نمشي بحذا الشيف فتحيه نبدا معها اول ايتاب في المنيو نتاعنا اليوم. ميرسي بوكو. كما تشوفوا انا اول حاجه باش نبدا بها هي الديسير. باش نبدا باللي مافينز، لكن اللي مافينز مانيش باش معناها نستهلك الا لي بيبيت دو شوكولا. اليوم اخترت باش نحط فيهم توش نتاعنا احنا اللي هي نوازيت كونكاسي. لي مافينز يقول لك حط كعبتين عظم، 100 ملي زيت، 100 ملي ماء، واحنا المافينز تاعنا حضروا. انتم تنجموا تبدلوا وتغيروا، راهو في لي روسيت هذوما تنجموا تعملوا برشا حاجات بيسكو عندكم لاباز بنينه نتاع لي مافينز سمارت شيف، وانتم تعملوا بهم اللي تحبوا، هذيك الباز الصحيحه والبقيه يقعد عليكم انتم. الوغ هنا عندي الباكو نتاع لي مافينز، نصبوا في الشقاله نتاعنا. تشوفوا الطريقه مسهلها اللي نخدموا بها، حاجه بنينه وسهله وماهيش ما تعطلش، سيرتو على نهار احد باش تحضروا غوتي، باش تحضروا حاجات هكا اكلي في ساعه في ساعه تحضروهم وتعطيو غوتي نتاع صغاركم. نجي نحط فيهم لي بيبيت دو شوكولا. ديما لي بيبيت دو شوكولا تلقاهم في وسط الباكو نتاع لي مافينز نتاعنا. الوغ هنا نجي ونصب لي بيبيت كيما تراو فيهم هكا في وسط الفرينه كالعاده، ما نحطوهمش لبرا من بعد باش يجيو في معناها باش يجيو موجودين في وسط لي مافينز نتاعنا. عندنا 100 ملي ماء نصبوه، 100 ملي زيت، وعندنا كعبتين عظم. هذوما كل يتخلطوا مع بعضهم فرد خلطه، ما يستحقوش برشا تخليط دايوغ، ما يلزمهمش ياسر حركه، جوست نخلطوهم مليح مليح. وعندنا المول نتاعنا نتاع لي مافينز، وعندنا تلقاو في الحاجه الباهيه في معناها في هذايا الباكو نتاع سمارت شيف مافينز، تلقى في وسطو حتى لي كاسات اللي انت باش تخدم بهم، معناها باش تحطهم في وسط المول نتاعك، معناها تقعدش تفركس وتجي وتشوف عندكش كاسات، عندك كاسات ولا باش تقعد تشري من برا، ولا تلقاه في وسطو لي بيبيت نتاعو، في وسطو لي كاسات، في وسطو كل شيء. ما عليك كان تخدم شويه الجاتو، ماهوش مكلف دابور، وان بلوس كل شيء موجود في وسطو. انا الجاتو نتاعي حضر اللي هما لي مادلين ولا مافينز ولا كل واحد شنو يحب يسميه، فهم برشا عباد يسميهم دي مادلين، دي ميني مادلين. الوغ نجي ونحطو في وسط المول نتاعنا، نحطو هذوما ديما نعملوهم هكا نحركوهم شويه باش نتنحاهم من بعضهم، ومن بعد نعبيو هذوما كوشتي قاعده تسخن درجة حرارة 170 درجة، نحطهم يتيبو. لكن بعد قبل وقت نحطهم في وسط نحط لو بيسكوي في وسط لي كاسات، نرش فوق وجههم شويه بوفري وكونكاسي باش يعطيونا كتقرميشه البنينه اللي ديما نبداو نفركسوا فيها في لي ديسير نتاعنا. انا نعطيكم الكلمه ومن بعد ترجعوا لي لو طون اللي كملت هذوما، ومن بعد نشوفوا مع بعضنا بقيه اللي دبرناه. ميرسي بوكو الشيف فتحيه. احنا خلينا نمشيو للكوتشينغ توا باش نحرقوا لي باش طيب. هنا الشيف فتحيه بيان سور مع سليمه عبد المقصود نوتخ كوتش، محضر لنا سوجي امبورتون كالعاده، مش صعيب برشا. لا لا كالعاده السهل الممتنع، ديما نحبوا نعطيو اضافه جديده ونقدموا ديما جددوا في البرودوي نتاعنا باش العباد واللي ما تحيرش. ديدي لنجله بن عبد الله الفقره نتاع اليوم. اليوم فقره عظيمه منين جابيني. خلينا قبل هذايا نشوفوا سليم اليوم. سليم شنو حضرت لنا؟ حضرت لنا تيريكس دي زيكزيرسيس افيك لو تيريكس اللي ما يعرفش معناتها تيريكس. بون انا باش نعاود نعمل، اعطينا بربي سيد المخرج الفيديو اللي حضرنا. نتعدل ديريكتومون الفيديو. دونك هو ليكزيرسيس هو بولي ارتيكولير، معناتها يخدم اكثر من جروب ميسكولير. لهنا الموفمون هذيا تخدم دورسو في التيراج اللي هو الظهر، اي ابخي وقت تعمل كونتراكسيون في لي بيسبس نخدموا لي برا. دونك انا نحاول ديما في كل سيركوي ظهر لي حتى بوغ لي زابدومينو هناك تكبس اوتوماتيكمون. دونك تعمل سي نورمال البوستور البوستور والميكانيزم نتاع البدن لازم يكون صحيح 100% باش تجيب تلقى ريزولتا. وي خاطر سينون اذا كان باش ترينا كيما جا دونك الريزولتا والافيكاسيتي تكون اقل. هذه لا بوزيسيون الي افيكاس للناس اللي يعملوا شويه شحم في ظهوراتهم، خاطر تكبس البدن سي يظهر لي عندنا فما بارتي اللي تحت الكتف بالضبط هذيك ساعات شحيمه هذيك ولا شحيمه ولا هذيك تظهر لي صعيبه انك كيفاش تتنحى. هو الديزاين هذاك نحن نشوفوه
ورا الظهر هذاك يجي وقت اللي تبدا انت عندك غريس وعملت شوت في الغريس دونك اوتوماتيكمون تبقى الجلده مرخوفه به. دونك وقت اللي تترخف الجلده كيفاش انا نكبس بدني كنزيد في الماش مسكولير دونك هذاك علاش كي نعمل رونفورسمون باش نقوي بدني اي ابخي نخدم انتونسيتي قويه وقت نقص الغريس نزيد به مسكولير. نمشيو لهذا الاكزرسيس الاول. هذا الاكزرسيس الاول دونك هذا ثاني بلوتو نو نو الاكزرسيس الاول لهنا حبيت نوري كيفاش نجم ناكروشي التروك نتاع تيريكس هذاك باش نجم انا نخدم بيد واحده. دونك ديجا كل لي بروفيسيونيل هذا نتاع الناس متقدمين ديجا نحاول كل مره نعطي تفاصيل هذوما باش العباد تعاون تعاون روحها. بون نعطي غومارك لهنا تيريكس وقت اللي نعلقوها لازمتها تبدا العلو نتاعها 20 سنتيمتر على القاع. على القاع وي وديجا باش نجيب مره معايا تيريكس لهنا ونفهم فيها اكثر العباد. علقوا في اللومه موجود بارتو دونك لهنا نخدموا لي فيسي ايون بيان سور لهنا نمسوا لي كويس. ما فماش جروب مسكولير يخدم وحده في البدن امبوسيبل سيانتيفيكمون مي فما بورسونتاج باغ اكزومبل ليكزيرسيس لهنا كي نبدا انا انكليني نمس لي فيسي اكثر ونخدم اكثر لي فيسي بيان سور عندي بورسونتاج نخدم فيها الكوادريسيبس والاسكيو جومبي بيان سور من بعد نبدل. نمشيو للتخوازيام تخوازيام اكزيرسيس دونك نحب يركزوا ديجا من بعد باش نركز على البوزيسيون نتاع الساقيه كيفاش وليدين. دونك لهنا نخدموا لي بيكتورو اي بيان سور افيك لي بيك ديما نقول ما نخدمش ميوسكل وحده نمس لي تريسيبس دونك لهنا دو جروب ميوسكولير لي تري ديما نحب نوري العباد خاطر فما عباد ما تسميت ما تعرفش شنو هما لي جروب ميوسكولير. دونك لهنا ديما في الديكونتراكسيون جانسبير اي في الكونتراكسيون هذه ضربه ضربه للدرسو باش تخدم ديزاين مزيان على هذه يمس لي بيك مي لي دورسو في الاكزرسيس الاولاني وي. دونك لهنا لابوي سور لي بوانت وكيف نحب نصعب جوست نوخر ساقيه اكثر دونك اوتوماتيكمون بدني ياخذ اون شارج. صعب صعب باش عليك معاك احنا صعب هذوما مازال على خاطر اول فيديو من بعد عندي حاجه تانتونسيتي نتاعهم اكبر مازالوا سي نورمال هذه مازال يتنفس زيد عرفت لهنا اكزرسيس بوغ لي زابدو هذه اللي تفرجوا فينا بربي ما تعملوهاش في الدار وحدكم لا هما حتى يوصلوا يقدوا ساقيهم خاطر هكا لا دونك هذا من احسن واروع لي زيكزرسيس بوغ لي زابدو. علاش؟ خاطر في البوزيسيون هذه اون ديغي نخدم في جيناج معناتها نمس في البارتي سوبيريور اي وقت اللي نقدم مي جونو نمس في البارتي انفيريور اي بيان سور لهنا البورسونتاج والافيكاسيتي نتاع الاكزرسيس هذا لي زابدو تكون بريسك 80% دونك مي جوست يعطينا نحن يقفوا هكا ترونكيلمون يقدوا صحيح قبل ما نتصورش معناها هذه سي بروفيسيونيل اونتر بارونتيز انا ديما نحب نركز على الحاجات اللي تنجم تهزم بارتو معناتها تو مانجي دونك تيريكس هذايا حاجه براتيك على الاخر نجم كيما المخرج تفجع قلت نحطوها في الماء صديقي مستحيل نعملوها نحطوا تيريكس في الماء مي باغ كونتخ تنجم في شباك في بركون في اي بلاصه وي وتنعمل فيديو في مفصل شنو هما الحاجات كي يبداو عندي في الدار كيفاش تخدم بهم في اي بلاصه ما اروع كي سليم عبد المقصود نوتخ كوتش غير اخدموا على رواحكم ساهلين على الاخر ورمضان رمضان تيريكس 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 هذا لاستيك اللي زين نخدم تهبط تيريكس ناجلة توا تتعدى انا راه شري نعجبك معناتها في العشية تكون عندي اما ابخي وي على ذيك لي سبور لازم موتيفاسيون هذيك هي لازم شكون معاه يموتيفي قلت لك لازم شكون يموتيفي السبور يظهر لي لا بون كومباني كان تلقى جروب ولا تلقى عباد تمشي معاك بور لا موتيفاسيون اي لا بون كومباني جو بونس واحد يعمل وزاد كي تلقى كوتش كوتش صحيح بيان سور اللي هو يورينتيك ويعطيك موتيفاسيون موتيفاسيون بالجروب على خاطر نقعدوا نحكيو لا لا ميزا باغابا اللي نقعدوا نحكيو كل واحد وكل واحد وكيفاش بدنه كل واحد كيفاش سون ريتم باغ مومون تولي تعطل تعطل في بعضك تعطلوا في بعضك كم حتى واحد اللي يخرج عمل عام وكل واحد عمل حاجه شنو جاي باش ينحي واحد يحب يعمل ماس الاخر يحب يعمل بير دو غريس ولا تقطع شعر انت تعرف انت تعرف الموضوع هذا شعرك خفيف هذاك عليه مش نورمال دونك لازم مساعد دونك جوست في 20 سكوند بيت في بالنسبه لرمضان باش نحضر حلقه خاصه برمضان وباش نحكي فيها شنو لازم يصير شنو لازم نعملوه شنو لازم نتجنبوه نعطيوها قبل رمضان اي قبل رمضان ان شاء الله نتجنبوه سورتو اللي كنتجنبوه وباش نعمل تجنبوه في الليل انا تجنبوني انا كل في رمضان مع سبور مع سبور لي دونك وجست اخر غومارك راهو سبور ما تنجمش تلقى حاجه في حياتك لا كو سوسوا في عبد في فلوس في اي حاجه تكون
تحبك وتعاونك وباهي خير منك قد سبور تو سامبلومون. اي بون كوراج. نوتر كوتش سليم عبد المقصود اللي للاسف باش يغادرنا على خاطر عنده التزامات مهنيه باش يمشي يعذب شويه عباد يعملوا في السبور اليوم. خلينا احنا نمشي بعد الشيفة تحيه عندها مرحله مهمه ياسر في المنيو تاع اليوم. ميرسي بوكو البنات، انا هنايا كيما تشوفوا باش نحضر المبطن نتاعي تاع البروكلو. البروكلو يسيب ياسر ماء وبرشا عباد يبداو يتجنبوا فيه من ريحته من مطعمه من الحاجات هذوما الكل. انا الطريقه نتاعي اللي نعمل بها البروكلو كوني نقصه مشامم مشامم، نحط ما نحط له حتى شيء، نفرشه في طبق نحطه في الكوشه، كوشه نحطها في ال 200 250، نفرشه في طبق فوق كاغذ ونخليه يتشوى، معناها يولي غريي يشرب ماء دابور ما يسيبناش ماء كي نجيو نعملوا المبطن. انتر تان انا عندي في الاشواغ نتاعي حطيت معدنوس وثوم، كان تحبوا تحطوا بصل لكن مش مجبورين، نخرجوا من الكوشه مشوي حاضر باش بعد لا يطرى ونحط نرحيه الكل مع بعضه مع معدنوس ومع ثومه، كان تحبوا تفوحوه وقتها لكن انا نخير نفوحوه توا بعد لا يطرحى. يعني ما يسيبش ماء وكي ترحاه مع الثوم يعطي نكهه بنينه برشا وينحي الغاز نتاعو وينحي الماء نتاعو يشيح كيما تراو فيه هوني اوزرو كانه معناها مبثول ماهوش مبلول ماهوش ملطلط ولا كيفاش. هذا هي البروكلو كي تشويه ويعطي نكهه بنينه نتاع كانه مطعم الحم كي تشويه. انا ساعات نقصو اون ترونش طون بعد نوريكم كيفاش قصته اون ترونش ونشويه في الكوشه، مطعمه كاني لحم مشوي وحاجه بنينه ياسر ننصحكم باش تجربوها. الوغ انا الاشواغ نتاعي بالطبيعه من عند السياغ هي اللي رحيت بها البروكلو نتاعي ونرحي بها كل شيء. دايوغ معاونتني برشا في الخدمه نتاعي كيما الماتيريال اللي نخدم به من عند السياغ. السياغ موجود في طريق بيربوركبة الحمامات والا في المنزه واحد على الطريق الرئيسي في المقابل جوست مقابل البيسين نتاع المنزه. وقت تعطيو بالظهر للبيسين على النهج الرئيسي تلقاو سياغ جوست اون فاس نتاع البيسين. يعمل كل ما هو تجهيزات لل معناها توسكي انتربريز كبيره نتاع بولونجري باتيسري والا زاد اللي حاجته بال فاست فود والريستورونات والحاجات هذوما كل هو يعملهم تجهيزات كامله، والا زاد لا ميناجير اللي تحب تعمل حاجات في الدار تلقى عباد ينصحوها باش يوجهوها ويعملوا يوريوها كل حاجه لشنو تصلح. سياغ الوغ نحييه على الماتيريال المزيان اللي نخدموا به. هنايا عندي طن الموجه هو باش يكون في وسط البروكلو نتاعي، نعرفوا اللي طن الموجه وطن البدر حاجه فريمون من احسن لي برودوي النوبل اللي عندنا في تونس. وقت يقولوا ان مورسو سي اغزروا له كيفاش مورق الطن نتاعهم ماهوش مفترش ماهوش وظاهر وواضح. ويقول لك زيت نباتي راهو زيت نباتي 100%، زيت زيتونه تلقاه زيت زيتونه والا اللي بالماء معناها تلقاه الا بالماء وتلقاه الفص ظاهر نتاع الطن ماهوش ماهوش معجون في بعضه، مفوح بالرند الجبلي معلب باليد ماهوش معلب بالماكينات. هذا طن الموجة المزيان ريحته فيه ياسر ياسر ونكهته بنينة وملحه معتدل. ألوغ هنايا عندي جبن مرياح، عندي الموتزاريلا، نحط الموتزاريلا هي اللي باش تلم لي تخلي البات نتاع البروكلو تلم بعضها، خاطر في العاده بطن البروكلو نحطوا فيه الحم مفروم ني، لكن انا نخير ديما نخدم بالتن. تعرفوا الحم الاحمر مانيش معناها ما نحبذوش ياسر، هذاك علاش مكثر الاوقات نخدم بالتن. التن يعوض برشا الحمات هذاك علاش، والمطعم نتاعو النكهه. كي نقول مبطن نقول لابد هريسه، الهريسه نتاعي بالطبيعه باش تكون سيكام، سيكام البنين اللي يعطي النكهه للاكله نتاعنا، هريسه سيكام المفوحه اللي فريمون نكهتها بنينه ومطعمها بنين، اي سورتو لو كونترول عند سيكام، كونترول على طول الوقت اللي يخدموا فيه المنتوج نتاعهم، الا وسيكام عندهم دي كونترول ا ريبيتيسيون، وسورتو اللي
إلو ميور برودوي دو لاني. هوني نحط الهريسه لابد في البروكلو، يحب الهريسه بالقدا بالقدا نتاع معناها نكهه البروكلو، يفوح بالهريسه هذاك علاش مفوحش ياسر. انا كان حطيت الهريسه وحطيت التن وحطيت الجبونات مازلت باش نفوح، ما عاد عندي حتى شيء ما نفوح. نجي نحط كعبتين عظم جست باش نلم بهم الخليط نتاعنا، ومن بعد نجي نحط عندي قشره. نجي عندي هنايا حضرت فرينه ورده العاديه، حطيت فيها قد الفرينه قد النشاء، النشاء نتاعي سمخت شاف، نخلطهم مع بعضهم. النشاء يعمل ايتونشيتي، ما يخليش الكعبه نتاع البروكلو كي تتقلى يزوز لها الزيت، يقعد الزيت من برا، الفرينه تلف مليح، انشاء يعمل ايتونشيتي ما يشربش الزيت، وتقعد الكعبه تتقرمش بالقدام من برا ومن داخل موالوز كلي قلبها يذوب. فريمون حاجه بنينه برشا. انا نخلط هذوما مع بعضهم بالقدا، نحضر القلايه نتاعي ونوريكم كيفاش نلف البروكلو فيسع فيسع ونحطو يتقلى. الوغ تنجموا تلفوه قبل بمشوار، ولوطون اللي حضرت المقله ولا باش يجيكم عباد باش تضيفوهم تحطوا تقليوه فيسع فيسع، والا حتى من بعد لا تقليوه تنجموا تسخنوه بطريقه سهله برشا، جوست تحطوه في قلايه شايحه وهو يسخن وحده، معناها تقلبوه في قلايه لا يسيب زيت لا حتى شيء اللي فيه انشاء اسمخت شيف. نكمل نخلط هذوما ومن بعد نرجعوا مع بعضنا البنات. ميرسي بوكو الشيف تحيا. احنا جينا للفقره الخاصه طبعا بنزار النايفر. سافا شحوالك؟ الحمد لله محليكم البنات وفرحان برشا، اول مره راه النجله مني ليها. والله فرحان. خديكش كذب. اول مره خديكش كذب. بطل كيف فرحان؟ حدينا فرحانة، حدينا عندي برشا ما يديكش. افرحوا ببعضكم، افرحوا ببعضكم، فرحانين ببعضنا احنا راهو ديبي لونتو. عشرة. لا عشرة، عشرة من تونيسا وخدمنا زادة مع بعضنا و دونك عشرة، عشرة. باش تكتشف الوجه الآخر لنزار. لا لا نعرف الوجوه نتاعو الكل. لا عنده وجه اللطف. لا بالحق. هذاك الله مكروه. باش تكتشفوا توا طبعا كي نقولوا نزار نايفر اللي ما تعرفوش نجم عبد الله نقولوا طبعا فقرة ال جي. تكيف مع احتياجاتك. هل بإمكانك عمل ذلك؟ ابحث عن فيديو لوصفة عجة البيض بالسبانخ. أي سي نزار، نزار كاروكي ذا اللي شنو العيط لك؟ لا لا اليوم مش كاروكي. مراوغة اليوم. اليوم باش نفحمكم. نزار ديفيرتيسمون. افحمنا. ماخذين النجلة، نفرحوا بها حاجة جديدة. افحمها مالك. افحمني. ديما تطلني نجلة خاطري على مراوغة. حطوني كيما المرة اللي فاتت غنيت أنا وقتها في الكاروكي. هو شنو؟ تغني تغني. كل مرة يعملك أنت غدروني المرة اللي فاتت في الكاروكي. اليوم باش نحكيو على مغنيين تشهروا بغنية برك وبعد ندثروا. لطف. ندثروا ما ماتوش ندثروا. ما عادش موجودين على الساحه معناتها. باش نوريكم كل مره تصويره وتحاولوا تطلعوا الاغنيه اسم المغنيه الاغنيه ميساج ما نصعبش عليكم. مش مشكله. خونا حكيم الصوره الاولى هذه فنانه ايطاليه. ما نعرفهاش. في التسعينات عندها. قالا 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 سيسا قالا. سمعنا حكيم. رجعتنا للجو البومات. وقتها الناس الكل عاملين كوب دو شوفو نتاعها. الاسم ما نعرفش، اما الاغنيه نعرفها. اسمها قالا وهي فنانه ايطاليه، برشا من الناس يسقلوها امريكيه وهي ايطاليه. نمشي. الاغنيه شو اسمها؟ فري فروم ديزاير. فوالا. الاغنيه الثانيه بلوتو التصويره الثانيه. شكون طلعها ساعه قبل؟ نجله. نجله شو نجله؟ باهي ما يسالش. ما حبيتش نقول لك راه عطيتها لي سيمين كل. اي فابغي. هذيا فابغي. ليه قاعد تبلع عليك؟ وجهها تعرفوها. تصدق اكاديمي. لا هي لبنانيه. هي لبنانيه مغنيه واعلاميه وتوليت انستغراميز. على خاطر شوف ما نجموش نحصروها في وجوههم راه. حاولوا مستحيل. مستحيل. قرب لنا. نجم تسلا حتى توا ما هديشاوش هي. حاول. اللقب في حد كردي. كردي. لقب كردي. نيكول ماشان حاجه توا الي بلوند جو بونس. أو انستغرام. مثلت زيادة. مثلت زيادة في فيلم مصر. انستغراموز. نيكول سابا. لا 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 لا. اسمها نادية كردي، وهي الأغنية اللي طلعت بها ونورمال تعرفوها. شايف نفسك برضه شايفة نفسي وهوريك يا قاسي نفسي وأعمل كل
شيء في نفسي جالك يوم عرفتني قدك ولا خفت مني وهي حتى هون متبدلة على التصوير أيضا مش هي بخاطر بشوية بشوية هي نغمة الموت غني أنا مش عارفني أنا تهت مني أنا مش أنا تن تن الصورة الثالثة والفنان الثالث نورمال تعرفوه أي هيثم هلال لا مش هيثم هلال هيثم هو هيثم مش هلال مصري هو لحقيقة ما نعرفوش هيثم سعيد هيثم سعيد هيثم سعيد أخته شيماء سعيد فنانة أخته راس أخته ما نعرفش معلومة هم مالهم بينا يا ليلى هم مالهم بينا يا ليلى هذيك الأغنية اللي شهر بها نسمع منها شوي هم مالهم بينا كونوا الأغنية محليها أغنية نعرفها موحدو مالي أغنية أمر فعلينا جميل صعب صوتهم يقدر يبعدنا محلية الأغنية طلعتها فيديو اسمع برشا سوكسي هيدا مهلية الأغنية أخذت برشا سوكسي خاطر أول مرة تطلع موديل فوالي هو خرج فوالي مستر أكاديمية ولا حاجة لا لا ما خرجش منين خرج جملة خرج ما خرجش متأكد خرج من تيلي غيري تو منزل غادي هذولي عطينا اللي بعدها اللي بعدها الصورة اللي بعدها خاطر في الاسم هذاك علاش خرج نرجعوا للثمانينات راهو جمال استنى لا تعرفوا الاغنية مش هو نعرف اللي لحنها له اختي فادي دونك لولاكي مش لولاكي اسمه حسام حسني والاغنية معروفة برشا في الثمانينات اما زينا مع حميد الشاعري أمو حاجة صحيحة كل البنات بتحبك كل البنات حلوين ولا طبعا اليوتيوب يا بختك يا سيدي يا وينك اللي زيك ولا زيك يلا يا نزار كل البنات حلوين طبعا حسن كوغال كوغال ولا انا وياك اما نعاود انا حكيم نحب نعمل ولا عاود انا حكيم فوتوا على التفاهه على شرط البنات يغنوا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك ولا اعطينا الصوره القبل الاخيره الفنان القبل الاخير مسكور حتى فيها يا نزار شو جاي لهنا شو باش نعمل؟ باش تحكي على اوكرانيا وروسيا احنا هذه هو حكيت لنا بكري قلت لي انت لولاكي الفنان الليبي هذايا فنان ليبي عاش في مصر اسمه علي حميده علي حميده ما يسالش اللي هو فنان ليبي عاش في مصر اسمه الاغنيه توسي هشام النقاتي منين عمل انسبيراسيون نتاع الرقصات نتاعو هاك ولا نجله لا والله لا اللي ني سي با انسبيري اي لي انسبيران هو اللي بدا هو زعما هشام علمها له ولا هو علمها له لا لا هشام هو اللي علمها له انسبيري مي لي انسبيران لي با انسبيري لي انسبيران هشام بدا قبلهم راهو هشام نقاتي في ستيل نتاعو سيتي هو الى الى هو الى ان ستيل عنده روح اخرى شو هي عندك هشام نقاتي عندك زيد شريف علوي قبل معناتها سيتي ان سبيكتاكل تتفرج فيه شريف علوي كيفاش يغني عندنا رشدي علوان وسي زيد كيف كيف عندنا رشدي بيان سور عندنا اغنيه اخرى الاخرانيه هو سبيسيال ديديكاس ليك انت الله اعطينا التصويره تاع الفنانه شاهيناز محمود وشنو الاغنيه بتاعها؟ طب قول لي اعطينا طب قول لي الوغ لا والله العزيز ليك تسمح لي نعرف ارغوان قول لي اما هنا ما فيهاش لشانتوز قولي انا ما حبيتك ولا كمان حالي مالي اختار انت شو تحب باش تشوف الغناء انا معكم هو فيزيتي هو فيزيتي محلاها سي تري نوستالجيك لا روبريك نتاع اليوم نزار التسعينات نزار متجدد حبي بدل الحقيقه نزار متجدد وكرياتيف نوستالجيك بوكو دو سوفونير عديناهم في صغرنا ما نقولش شبابنا في صغرنا باش ما نظهرش كبار ياسر عرفتك ما حدش توقعني هذيك نحن لسنا مثل اخرون هما كيفنا وربي تستر ربي تستر هكا كملنا الروبريك تاعنا اليوم تاع ال جي اي بيان سور نجم نلعبوها اللعبه هذيا فيا لا تيليفزيون نانو سيل دو ال جي تاع
لي كوموند كالعاده نقولوا المره هذه مش نقولوا مغني نقولوا نجله بن عبد الله تخرج لنا افلام ومسلسلات نجله بن عبد الله على التيلي بتاعي ليزيكستري وتسريحات الناريه تاع نجله بن عبد الله اللي يسمع اللي يسمع تسريحات الناريه لعمري عملت تسريح ناري جمله ديما يسالوني نجيو نار بارده ها النار البارده الحرب البارده دونك ميرسي حقها معناها هذيك هي دونك ميرسي بوكو نزار نايفر كانت هذه بيان سور فقره ال جي مع نزار احنا خلينا نخرج فاصل قصير نرجع نكمل معكم بقيه حلقتنا اليوم للويكاند. كي يسألوك على الاصل الطيب قل لهم ارض طيبه واحنا توا اكثر من 23 سنه نخدموا في ارض كريمه بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من احسن ما تنتج الطبيعه ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العاليه خاطر هو الاصل في صنعتنا وحرفتنا صناعه الاجبان اجبان مرياح سرها صنعه اليدين حرفه واتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين 22 قطعة ديامون 599 دينار Le service My Diamant 100% granit, 100% luxe متوفر في 5 ألوان ومع فور ألوجين بليش هذا الكل تنجم تكمانجي على الدبو.ان ب 599 دينار والتقسيط يوصل لخمسة مرات ونزيدوك التوصيل بلاش يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا وردة سرنا المحبة تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفت توا سر تن البدر وهل يخفى القمر ما سمحت شيف مسهل هالبنة مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ سيير تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار ملا زورونا في لي دو بوان دو فونت نتاعنا في المنزه 1 والحمامات OMS متوفاش OMS كوليكسيون 4 بيس ب 249 دينار كهو وتنجم تخلص على 6 شهور OMS كوزيني اوترمون
مونتيكو في تونس الكل وللناس الكل. تحب تأسس دارك وحاير منين تبدأ؟ عليك وعلى مونتيكو كل شيء تلقاه عندنا، بيت النوم، بيت الصغار، الصالة وبيت الفطور، الموبل دونتخيل، بورت شوسور، وحتى ليزيليمون دو كويزين. وزيد تتمتع بالفاسيليتي دو بيمون اللي توصل ل 10 شهور سون انتيغي. اي نعم، تسهيلات في الدفع والسومي يبقى هو بيدو. ملا اذا كانك في تونس العاصمه، اجابه حذنا للي شوغوم سكرة ادولت سكرة انفون الزهره بن عروس. واذا كانك في صفاقس تلقانا في طريق تونس كيلومتر 4.5. وبالطبيعه كانك في اي بلاصه في تونس والا حتى خارج تونس نجم تختار وتعدي كوموند على الباج فيسبوك نتاعنا mondico.in والا على السيت ويب وين تلقى الموديلات الكل. وما تنسيوش التوصيل حتى لباب الدار.